نظم الصندوق الملكي لشهداء الواجب اليوم حفلا للاحتفاء بالمساهمين والداعمين للصندوق في مركز عيسى الثقافي. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب على الدور البارز الذي تطلع به الشركات والأفراد المساهمة والداعمة للصندوق، انطلاقا من إيمانهم بأهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها الصندوق، بما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب، مشيرا إلى ما يمثله الدعم من أسس أن أساس يرتكز عليه لمواصلة تقديم أفضل أوجه الرعاية التي تستحقها أسر الشهداء وأبنائهم عرفانا وتقديرا لأسمى صور التضحية والفداء التي قدمها آباؤهم في سبيل رفعة ونماء البحرين. وأعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة عن شكره وتقديره لجميع المساهمين والداعمين والمتطوعين وما بذلوه من جهود طيبة أسهمت في دعم جهود الصندوق الملكي لشهداء الواجب، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. كما تم خلال الفعالية تكريم المساهمين والداعمين للصندوق نظرا لجهودهم وحرصهم على دعم الصندوق بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.